بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله طلاب الصف التاسع في هذا الفيديو الجديد على قناة الأستاذ رادم سعيد. ونبدأ بالدرس الأول في المنهاج الجديد، page number 4، الصفحة الرابعة، close to you، قريب منك. في عندنا هنا عدة أمور راح نركز عليها اليوم إن شاء الله. في عندنا الفوكابيولري. إيش يعني الفوكابيولري يا أستاذ؟ يعني مفردات. مثلا راح نركز على مفردات متعلقة بالfamily and friends، العائلة والأصدقاء. طبعا هاي المفردات راح أكون كاتب لكم أنا العديد منها، المفردات المهمة في قائمة كلمات مهمة للحفظ. نأخذهم مع بعض. personality اللي معناها شخصية، وهي شخصية، مثلا شخصية قوية، شخصية ضعيفة. هاي كلمات مهمة جدا للحفظ، طبعا راح تمر علينا في درس اليوم إن شاء الله. language معناها لغة، وهي لغة. أنصحكم يكون عندكم دفتر مفردات أساس تضعوا فيها المفردات الجديدة. طب ما معنى learning؟ learning معناتها التعلم. طيب وtaking photos يعني أخذ الصور. ما معنى share؟ share معناتها يشارك. إذا عارفين المعاني حاولوا تحكوها قبليه. طيب ما معنى nervous؟ nervous معناتها متوتر. متوتر أو ممكن نحكي قلق، يعني يشعر بالقلق، قلق. طيب وإيش في عندنا كمان؟ في عندنا perfect. perfect يعني مثالي، مثالي. طيب perfect يعني مثالي. طيب ما معنى trainers؟ trainers يعني أحذية رياضية، أحذية رياضية. طيب فيانسي، فيانسي عفوا، فيانسي يعني خطيب، وهي خطيب. لو وضعنا كمان اي اخرى، وضعنا كمان اي بتصير خطيبة. طيب فيانسي خطيب، طيب يعني الشخص اللي بيخطب. اليجانت، اليجانت يعني انيق. ها هي انيق، اليجانت. طلع لنا شيء، نعم في عندي argue. argue معناها يناقش او يتناقش. وهي يناقش أو يجادل، يجادل. طيب وفي عندنا أجري. أجري يعني يتفق، يتفق. طيب حلو كثير. اليوم إن شاء الله كمان خلال الدرس راح نكتب العديد من الجمل أيضا، اللي من خلالها إن شاء الله راح نتعود كيف نكتب جمل إنجليزية صحيح. نرجع للصفحة ونكمل فيها. حكينا انه راح ناخذ فوكابولري، طيب وكمان راح ناخذ جرامر، قواعد. القواعد مطلوب منا الفرق بين المضارع البسيط والمضارع المستمر، راح افرد له ان شاء الله فيديو خاص فيه، واحنا نشرح في البيج في الصفحه 84. طبعا ممكن واحد يحكي احنا بعدنا بصفحه 4، ايش ودان ال 84؟ بحكي في اخر الكتاب في ملحق، في ملحق قواعدي راح ناخذ ان شاء الله مع الوحدات. ف84 ان شاء الله راح ناخذها باذن الله خلال هذا الاسبوع ايضا. طيب في عندي استماع، سبيكينج، ريدنج، رايتنج واشياء اخرى. نبدا بالتمارين. هون بحكي لي lesson 1A، الدرس 1A، vocabulary and grammar، بركز على المفردات والايش؟ والقواعد يا استاذ. طيب نشوف exercise 1، التمرين الاول شو بحكي؟ بحكي لي in pairs. ايش يعني in pairs؟ يعني بثنائيات، كل اثنين مع بعض. Ask and answer the questions. ايش يعني ask and answer the questions؟ حاولوا تعطوا المعنى قبلي مجرد ما أشر إذا بتعرفوا. اسأل وأجب الأسئلة. طيب خلينا نشوف شو السؤال الموجود عندي هون. الأول، What kind of things do you like taking photos of؟ أعيد مرة ثانية. What kind of things do you like taking photos of؟ طيب نعطي المعنى زي ما تعودنا دائما قبليه. ما نوع الأشياء اللي أنت تحب أن تأخذ صور لها؟ طبعا هذا الشيء بيختلف من شخص لشخص. ممكن واحد بيحكي مثلا والله أنا بحب أخذ صور للطبيعة الجميلة، واحد ثاني بيحكي أنا بحب أخذ صور للسيارات الأنيقة، وهكذا. إذا بالنسبة للسؤال الأول أنا حطيت إجابتين، أنتم ممكن تختاروا يلي بدكم إياها.
وعشان فائدة أكثر الآن وأنا أكتب، حاولوا تحكوا لي شو أكتب، إيش رأيكم؟ كيف أحكي أنا أحبه؟ أذكركم إحنا بنجاوب بالسؤال الأول، إيش معنات أنا؟ يعني I، وأحبه like، أخذ I like taking صورة أو صور، خلينا نحكي أخذ صور بدل صورة. taking photos أو هاي photos للطبيعة الجميلة، of للطبيعة الجميلة، لي هاي معناتها of. طيب طبيعة جميلة، هل أترجمها بالأول طبيعة ولا بالأول جميلة؟ بنترجم الجميلة أولا. ليش يا أستاذ؟ في الإنجليزي الصفة اللي هي الجميلة تسبق الموصوف اللي هي الطبيعة، وإذا نكتب هون beautiful، هيك مكتوب beautiful، أيوة beautiful، والطبيعة nature، nature T-U-R-E، هاي تشر تشر nature الطبيعة. خلصنا إذن الجواب الأول. ممكن واحد يحكي أستاذ أنا حاب أن أختار الجواب الثاني، طيب بنترجمه مع بعض. كيف نحكي أنا مرة ثانية I؟ طب لو سألتك شو معنى أحبه، سهل يا أستاذ like، أخذ صور take يأخذ، عشان أخليها أخذ بصير taking، صور سهلة photos، لي يعني of أو of، الأفضل نحكي of. السيارات الأنيقة مرة ثانية بالأول أترجم أنيق، إيش معنى أنيق؟ elegant، وهي elegant، elegant يعني أنيق، وسيارات cars، elegant cars، وهي نقطة. طيب تمام، هيك إن شاء الله الأمور صارت يعني أفضل وأوضح. إحنا قاعدين بنمارس كتابة الجمل وبنثبت بنفس الوقت معاني الكلمات. طيب خلينا نشوف الآن السؤال الثاني. السؤال الأول خلاص خلصناه الحمد لله. السؤال الثاني بيحكي للتالي: How do you share photos with your friends and family? How do you share photos with your friends and family? نعطي المعنى مع بعض زي ما تعودنا، اسبقوني. كيف أنت تشارك الصور مع أصدقائك وعائلتك؟ طيب كل واحد منكم لو عنده هيك فوتو صورة حاب يشاركها مع والده، مع والدته، مع أخوه، مع أخته، كيف بيشاركها؟ أتوقع الكل راح يحكي من خلال تطبيقات واتساب إلى آخره. هذا اللي بنكتبه إحنا، بدنا نكتبه في السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني ممكن يكون الجواب كالتالي، مثلا ممكن واحد يحكي أنا بشارك الصور، أيوه، بواسطة بعض التطبيقات، مثل إيش؟ واتساب على سبيل المثال، طبعا في تطبيقات عديدة أخرى كمان. طيب هذا السؤال الثاني اللي المفروض تكتبه إجابته في الدفتر وتشاركه فيه بالحصة، كيف راح تحكوا بالإنجليزي؟ أنا يعني I، لو سألتكم إيش ما أشارك يعني share يا أستاذ، I share. الصور سهلة، قبل شوي أخذناها photos. طيب بواسطة سهلة by، ولو واحد حكى via بيصير. إذن by بعض التطبيقات، إيش معنات بعض؟ some وتطبيقات applications، ولو حطيته some apps ما في مشكلة، مثل يعني such as، such as يعني مثل واتساب، وهي واتساب هيك بتكتب واتساب، نقطة لأنه خلصنا الجملة. طيب لاحظين أنه كتابة الجمل الإنجليزية مش إشي معقد، بس المهم أن أكون حافظ كلمات. طيب خلينا نشوف كيف ممكن نجاوب التمرين الثاني. الآن التمرين الأول بيحتوي على سؤالين، حلينا التمرين الأول بالسؤالين اللي جواته، بنروح على التمرين الثاني. أي التمرين الثاني عندي هون؟ التمرين الثاني شو بيحكي؟ read عباس's photo blog. What do you think the special occasion is? Discuss in groups. المعنى اقرأ، إيش أقرأ يا أستاذ؟ اقرأ مدونة صور عباس. عباس هذا الشخص عنده مدونة بيحط فيها صور، فبده يعني أقرأ العبارات أو الفقرات الموجودة عندي في هذا الدرس، وبحكي لي ما، حاول ترجمه قبلي، ماذا باعتقادك أن الحدث أو المناسبة المميزة؟ إيش هو الحدث المميز؟ الآن راح نقرأ إن شاء الله ونشوف إنه في أحداث عديدة بيتكلم عنها، فبحكي لي إيش رأيك، إيش الحدث المميز
ممكن يكون. طبعا واضح انه هذا بيختلف من شخص لشخص، عشان هيك هو حتى what do you think، يعني ايش بتعتقد. فبالتالي ما في هون انه جواب صح والباقي خطأ، ناخذ جواب مقترح. واحد ممكن يحكي بالتالي، طبعا احنا الان بنجاوب التمرين الثاني E2 exercise 2، التمرين الثاني اللي هو هذا. مثلا ممكن واحد يحكي يا استاذ في يوجد، طبعا الاصل انه نجاوبه بعد ما نقرا، بس انا خايف انساه فبدي اجاوبه الان وبعدين راح نقرا ان شاء الله. بدنا نحكي يوجد العديد من الاحداث والمناسبات، واعتقد انه الحدث المميز هو ايش؟ مكث اخوه الكبير، يعني جلوس اخوهم الكبير معهم اللي هو اسامه في البيت بعد قدومه من بلد بعيد، كان مسافر واجاهم. طيب هذا هذا الشيء اللي هو تمرين اثنين، كيف نكتبه يا ترى بالانجليزي؟ يوجد يعني there. طيب there وهي there، اما is او are، العديد جمع ونقول there are، وهي there are. العديد من الاحداث يعني many، many العديد من، many many occasions وهي occasions، occasions يعني احداث او مناسبات. طب كيف احكي واعتقد؟ حاولوا كانكم في الحصه بدكم تشاركوا، كيف احكيها؟ و يعني انت، اعتقد I think، اعتقد يعني انا اعتقد. I think ان that الحدث المميز the special occasion is، هي او هو is، هو مكث اخوه الكبير is the staying of his elder brother، أخوه الكبير، elder brother أخوه الكبير اللي اسمه أسامة، وهي أسامة. طيب في البيت at home بعد قدومه من بلد بعيد، إيش معنى بعد؟ سهل يا أستاذ، after، بعد قدومه نكتب كم هيك؟ لا نحكي coming. ليش يا أستاذ؟ كم يعني يقدم يجيء، هنا مش يقدم، قدوم مجيء. طيب صفة المصدر هاي بنضيف لها اي ان جي للفعل حتى نحوله لصفة لاسم، اسم مصدر. طيب بعد قدومه coming من، from بلد بعيد far country نقطة. إذن there are many occasions and I think that the special occasion is the staying of his elder brother Osama at home after coming from a far country. هيك الحمد لله بيكون جوابنا التمرين الثاني. ايش ضل عندنا في الدرس هذا يا استاذ؟ فقط القراءه، راح نقرا ان شاء الله ونحسن مهاره القراءه، نراجع معاني الكلمات، وان شاء الله بتستفيدوا كثير بعد ما استفدنا هون وكتبنا العديد من الجمل. اذكركم اي واحد معنا ولسه مش مشترك في القناه لا ينسى الاشتراك بالقناه قناه راديو مسعيد، وان شاء الله راح تظل تجيكم فيديوهات مفيدة جدا الكل. لا تنسوا تحكوا لأصدقائكم عن قناة رائد المسرح. طيب نبدأ بالقراءة، بسم الله. عباس's photo blog. طيب خلينا نشوف إيش راح نقرأ أول شيء إن شاء الله. هنا عباس's photo blog يعني مدونة صور عباس. عندي هون some of my photos from Saturday. I'm عباس. I'm taking all the photographs today, but I don't mind. It's my hobby. المعنى زي ما تعودنا بس أشرح أو الترجمة قبلية. بعض صوري من يوم السبت. شو بيحكي هذا الشخص؟ بيحكي أنا عباس. طيب أنا آخذ كل الصور اليوم، ألتقط الصور، لكني لا ومانع إنها ماذا؟ إنها هوايتي. هابي هواية، ماي هابي هوايتي. طيب إذا هاي هي هواية عباس اللي هو taking photos، taking photos. طيب نكمل القراءة ونشوف شو بده يحكي لنا عباس. طيب نروح على اليسار هون بس نكبر الشاشة هيك حتى تصير القراءة أسهل لنا إن شاء الله. بيحكي له هون عباس في المدونة 9 a.m. في الساعة 9 الصبح إيش صار؟ It sometimes rains in April, but it isn't raining this morning. It's a beautiful day
Mom's feeling nervous right now. She wants it to be a perfect day. نقرأ كمان مرة بقراءة أسرع. 9 a.m. It sometimes rains in April, but it isn't raining this morning. It's a beautiful day. Mom's feeling nervous right now. She wants it to be a perfect day. المعنى نترجم مع بعض. التاسعة صباحا. إنها أحيانا تمطر في شهر أربعة، لكنها لا تمطر هذا الصباح. طيب نكمل. إنه يوم جميل. أمي تشعر بالقلق أو بالتوتر حاليا أو الآن. إنها طبعا شي بتعود على إيش يا أستاذ؟ شي تعود على كلمة مام الأم. إنها تريده يعني اليوم تريده أن يكون يوما مثاليا. خلصنا قراءة الفقرة الأولى، بس خليني أنا ألفت نظرك لشيء معين. لاحظوا هون في عندي it isn't raining، في عندي فاعل وفي عندي is طبعا منفي is، وفي عندي فعل بينتهي ing. هاي الجملة مضارع مستمر اللي هي present continuous، راح ناخذها إن شاء الله بالتفصيل بعدين. لكن هون مثلا الأولى الجملة هاي it sometimes rains، في عندي فاعل والفعل من غير ing، هذا مضارع بسيط. طيب نكمل القراءة، وراح إن شاء الله الصفحة الجاي ناخذ تفاصيل قواعدية أكثر بخصوص المضارع المستمر والبسيط. طيب نشوف الفقرة الثانية. My big brother Osama is staying with us. He lives in Italy, so we don't see him very often. قراءة أسرع. My big brother Osama is staying with us. He lives in Italy, so we don't see him very often. طيب نعطي الترجمة، شو رأيكم نعطي الترجمة مع بعض؟ تسبقوني. أخي الكبير أسامة، طيب إيش ماله؟ يمكث معنا هو أو إنه، على مين بتعود هي يا أستاذ؟ هذا الضمير هي بعود على أسامة، هو يعيش في إيطاليا، لذلك نحن لا نراه كثيرا جدا. طبعا هم بتعود على ايش؟ على مين؟ على أسامة كمان. لا نراه يعني لا نرى أسامة، very often يعني في الكثير من الأوقات أو كثيرا جدا. طيب على فكرة often هي عبد بالأصل معناها غالبا. خلينا نشوف بالله الفقرة التالية. الآن وصلنا لأي ساعة؟ وصلنا يا أستاذ للساعة 2 PM، الساعة 2 الظهر. طيب نقرأ. صلاح، إيش ماله صلاح؟ is Rakan's cousin. He lives in New York. He says he doesn't usually eat mansaf, so he's enjoying it today. طيب قراءة أسرع. 2 PM. صلاح is Rakan's cousin. He lives in New York. He says he doesn't usually eat mansaf, so he's enjoying it today. المعنى مع بعض. الثانية مساء يعني بعد الظهر. صلاح هو ابن عم ركان. صلاح ابن عم ركان. طيب هو يعني صلاح يعيش في نيويورك. إنه مرة ثانية هي بتعود على صلاح. إنه يقول بأنه يعني صلاح هي لا بأنه لا يأكل عادة المنسف، لذلك هو يعني صلاح يستمتع به اليوم. طبعا إت بتعود على المنسف، يستمتع بأكل المنسف يعني. طيب الحمد لله لحد هسه احنا خلصنا هاي الفقرات والأمور تمام، إن شاء الله أنكم تكونوا قاعدين تستفيدوا. بنحسن القراءة، بنثبت المعاني، وبنشوف كيف الجمل بتتركب. طيب خلينا نقرأ هاي الفقرة. My sister Sana usually wears trainers, but today she's wearing really expensive shoes. Is her fiancé
Is her fiancé Rakan wearing elegant shoes too? شو رأيك نقرأ مرة ثانية بشكل أسرع؟ My sister Sana usually wears trainers, but today she's wearing really expensive shoes. Is her fiancé Rakan wearing elegant shoes too? المعنى بالعربي مع بعض زي ما تعودنا، اسبقوني. أختي سنة عادة ترتدي أحذية رياضية، لكن اليوم هي طبعا شيء بتعود على سنة، لكنها اليوم ترتدي أو تلبس بالفعل أحذية غالية. إز في أول الجملة معناتها هل خطيبها ركان يرتدي أحذية أنيقة أيضا؟ طيب بعد ما قرأنا هاي الفقرة ننتقل للفقرة اللي بعديها اللي بتحكي عن الساعة كم؟ 4 p.m. يعني الساعة الرابعة مساء العصر. All the children agree the cake tastes delicious. كل الأطفال يتفقون على إيش بيتفقين؟ إنه الكعكة طعمها لذيذ، الكعكة طعمها لذيذ. وننتقل لآخر الفقرات اللي ظلت عندنا إن شاء الله. طيب عندي بس هذول الفقرتين، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب نشوف الساعة 11 صباحا 11 a.m. My sister and I often argue about little things, but at the moment we're trying hard to be nice. طبعا في مظهر انه الفقرات هاي المفروض تنقرأ من اليسار لليمين، انا قرأتها من فوق لتحت بس مش مشكلة. على كل 11 a.m. My sister and I often argue about little things, but at the moment we're trying hard to be nice. قراءة أسرع. 11 a.m. My sister and I often argue about little things, but at the moment we're trying hard to be nice. شو رأيكم نعطي المعنى مع بعض أو تسبقوني؟ 11 صباحا أختي وأنا غالبا نتجادل في جدل بشأن ماذا؟ عن أشياء صغيرة، يعني شغلات ما بتستاهل واحد يدخل فيها في جدل، لكن في هذه اللحظة at the moment يعني في هذه اللحظة شو اللي بيصير؟ نحن نحاول، مضارع مستمر we و are أحد أفعال be و ing، راح نأخذها إن شاء الله في فيديو القواعد. لكن في هذه اللحظة إحنا بنحاول بجد أن نكون لطيفين، ما يعملوا مشاكل وما يعملوا نقاشات حادة أو خلينا نحكي جدل حاد. طيب إيش رأيكم نشوف آخر فقرة نكسب الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أذكركم بالاشتراك إذا ما اشتركتوا. في عندي 8 p.m. يعني الثامنة ليلا. All the guests يعني كل الضيوف are performing Debka now. Even the people that don't like Debka. Are Sana and Rakan having a good time? I think so. They're laughing and smiling. 8 p.m. All the guests are performing Debka now. Even the people that don't like Debka. Are Sana and Rakan having a good time? I think so. They're laughing and smiling. نعطي المعنى مع بعض زي ما تعودنا. الثامنة مساء في الليل يعني كل الضيوف مالهم، كل الضيوف يقومون ب أو يؤدون الدبكة الآن، حتى الناس الذين لا يحبون الدبكة. هل سنا وركان يمضون وقتا جيدا أو طيبا؟ أنا أعتقد ذلك، إنهم يضحكون ويبتسمون. والسلام عليكم ورحمة الله.